كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة آخر أيام التشريق، مع نهاية أيام التشريق يبقى كده أتمينا عمليات الذبح الأضحية داخل مصر وخارج مصر. وبنحب نشكر فريق بنك الطعام اللي قدر يشتغل بكل طاقة خلال فترة أيام التشريق عشان يتم جميع عمليات الذبح والتشفية المطلوبة مننا. وبنحب نشكر كل المتبرعين اللي ضحوا معانا السنة دي، وبنقول لهم نتمنى أن انتوا حضراتكم تفضلوا موجودين معانا كل سنة. وطول الوقت ده احنا مكملين ان شاء الله عمليات التوزيعات في خلال العيد وما بعد العيد للمستحقين داخل محافظات جمهورية مصر العربية. وان شاء الله هنبدأ توزيعات أنصبة المتبرعين، وهنتواصل مع حضراتكم ونبلغكم بمواعيد التسليمات. وكل سنة وحضراتكم طيبين.